ولمزيد من التفاصيل وإلقاء ضوء أكثر حول هذه المسيرات في جمعة الشباب الثائر، معنا من غزة الآن الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب. مرحبا بك أستاذ هاني. يعني الحديث عن هذا الحدث الذي يحدث لأول مرة، وهو يعني أن الفلسطينيين يعبرون هذا السياج الفاصل، وتحديدا في هذه الجمعة التي سميت بجمعة الشباب الثائر، يعني هناك العديد من الدلالات من خلال قيام الفلسطينيين بهذا العبور لهذا السياج الفاصل. ما هي هذه الدلالات في الجمعة الخامسة؟ يعني أعتقد أنه خلال تجربة أربع جمعة سابقة وهذه الجمعة الخامسة، وفي معظم الأحيان كان وقود هذه المسيرة هم من الشباب الفلسطيني، لكن تميزت هذه الجمعة بأنه الحشد الشباب الفلسطيني ميز هذه الجمعة بمحاولات جدية من أجل اقتلاع الأسلاك الشائكة والمرور عبرها إلى داخل فلسطين المحتلة في أكثر من موقع. تم ذلك في الجمعة السابقة ولكن بشكل محدود. هذا اليوم تم على طول الحدود في شمال قطاع غزة، منطقة جباليا، وفي شرق مدينة غزة نفسها في الشرق الشجاعية، وفي المنطقة الوسطى، وكذلك في الجنوب في قان يونس ورفح. أي بمعنى ذلك أن عملية الدخول إلى داخل فلسطين المحتلة 48 عبر الأسلاك الشائكة وبعضها مكارب ومسيطر عليه من قبل القناصين الإسرائيليين، هذه الميزة الأساسية في عملية المواجهة من قبل الشباب الثائر الفلسطيني في الجمعة الخامسة. نعم سيد هاني، يعني من خلال هذا العبور يتضح لنا بأنه قد تم كشف النقاب عن جوانب أخرى في شخصية المواطن الفلسطيني، ليس فقط الصمود والمقاومة. ما هي الدلالات أيضا، وما هي السمات الأخرى التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني من خلال هذا العبور الذي من خلاله لا يمتلك أي أسلحة، ويقابله على الجانب الآخر يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وكذلك الغازات المسيلة للدموع؟ يعني هو شكل من أشكال إبداعات الشباب الفلسطيني، منه بالإمكان ومن خلال الإمكانيات المتوفرة وليس بالضرورة بإمكانيات هائلة، بالإمكانيات المتوفرة من طائرات ورقية، من إطارات الكاوتشوك. هناك إبداعات شبابية فلسطينية جعلت القناصين الإسرائيليين وكذلك القوات الإسرائيلية على تقوم الحدود المصطنعة بين مناطق 48 وقطاع غزة يشوب الكثير من القلق والخوف، وهذا ما لمسناه من خلال متابعتنا لوسائل الإعلام الإسرائيلية التي عبرت في معظم الأحيان عن خشية الجنود والضباط مما قد تؤدي إليه هذه المواجهات. إذن الشيء الذي يميز هذا الحراك الشعبي المتواصل في مسيرة العودة الكبرى وهو إبداعات بسيطة تؤدي إلى قلق وشلل لدى الجيش الإسرائيلي الذي يعد من أكبر جيوش العالم. نعم، وهذا بالطبع ما نراه من خلال المواطن الفلسطيني في هذه الحدود لاسترداد أرضه ووطنه. نشكر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، كان معنا من غزة.